السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا في الدراجة المستحيلة. إذن على بركة الله، كما تلاحظون هنا المسارات الوعرة إن شاء الله سوف نجتازها، وهذه الدراجة التي اشترينا في الحلقة السابقة سوف نشتري هذه بمئة جنيه إن شاء الله. هاته بايضة الثمن 1500. تبقى لنا هنا 396. إذن سوف نلعب بهذه الدراجة إن شاء الله، هاته الدراجة الزرقاء. إذن على بركة الله، الليفل رقم 8. سكركر إيه طريق أيها الصاحب، نسيت أن أخبركم أن تضعوا لايك على الفيديو إذا أعجبتكم هذه الحلقة. أظن أنني سوف أتكربع. لا، سلمني الله، سوف أتكربع. باينة للعيان. لا، قالني الله كربعة، لا يمكن. إذا أنا أعيد الكرة من المسار الذي سجلنا فيه، سوف نصل، علينا أن نصل قبل دقيقتان وخمسون ثانية. الله 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 كربعة. دعونا نرى السماء الدنيا من الواجهة الأخرى، هكذا يراها السائق. إذن نعيد مرة أخرى لكي لا ينتهي الوقت. دقيقة وثلاثون ثانية. أسرع أيتها الدراجة، الدراجة المستحيلة. الله 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 إنه يرتدي خودة كما تلاحظون هنا، خودته. أي سوف أسقط. والله إني سقطت. إذا وصلت في الوقت المناسب فأنا محظوظ كثيرا. سوف أطير، أستعد للطيران. استعدوا الطيران. في الليفل القادم سوف ترون العجب العجب. ابقوا معنا. الشقلبة، لا يمكن أن أسقط. الله 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 الله. إذا سقطت فإني سوف أذهب مباشرة إلى المحرقة، هناك سوف أحترق كليا ولن يتبقى في إلا دراجتي المستحيلة. توقفي إلى الهوية. إنها الهوية سيد 500. لا أعتقد أنني سأصل، ولكن لن نيأس، لا لليأس. هنا تكربعنا في تلك اللحظة، ولكن لن نتكربع مجددا. خمسة وعشرين ثانية، دقيقة قبل العاصفة. علينا أن نصل يا عيال، يا شباب. 12 ثانية، 11. لا 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 لا، لا تتكربع. والله لن نصل، اللهم أن نتكربع هنا. رأيتم خط النهاية؟ لا بأس، سوف نعيد يا عيال. الدراجة النارية. لا 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 لا
ليش يا قلبي ليش؟ ليش؟ ليش بيش؟ إيش بيش؟ إيش بيش يا قلبي إيش بيش؟ إيش؟ طيري 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 يا حمامة يا طيري غني. يا طير غني الله يا حمامة. الحمام الزاجل رأيتم؟ لهذا أقول لها الدراجة المستحيلة، أدعوها بالدراجة المستحيلة لأنها تفعل أشياء مستحيل أن تفعلها على أرض الواقع. إنها تطير وتتكربع، والله حفظني الله، حفظني وقالني، قالني سيدي ربي. إذن الطيران بلا أجنحة، يعد الطيران دراجة الآن تمر هنا في الشارع. الله 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 الله، أكمل الطريق. الله، كنت أعلم أنني سوف أسقط، ولكن السرعة المفرطة عندما غالبا ما تسبب السرعة المفرطة بهذه الأشياء، إما السقوط وإما أن تدخل في حائط وأن تدخل في سيارات أخرى أو دراجة أخرى إذا كانت الطريق مزدحمة. عليك أن تتوقع الأسوأ. مواصل، اقتربنا من الوصول، لا بأس أن نسقط الآن أو نغامر قليلا، كان علينا أن نأكل. لا أعرف هذا السائق من أعطاه رخصة السياقة أصلا. هو السرعة القصوى، لا محالة، لا محالة سقطنا. لا الله، إني قلبي يتمزق إذا لم أصل في الوقت المناسب. الوقت المناسب، علينا أن نصل في الوقت المناسب. 40 ثانية. لا لا، 30 ثانية. لا أعتقد أننا سنصل، لا أعتقد، لا أعتقد. السرعة هي التي هلكتنا، سقطنا أكثر من مرة. لا لا لا، هنا أنهينا المضمار في الحلقة في الراوند السابق. 89، سنصل 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 سنصل. لا 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 لا، إنها النهاية التي يحلم بها أي واحد يلعب في هذه اللعبة. سوف أجتازها الآن وسوف أنهي هذا الفيديو. ابقوا معنا لكي تروا خط النهاية. والله لم أسقط، والله والله لم أسقط يا عيال، والله إني ما سقطت. لا لا لا، سوف أسقط سوف أسقط سوف أسقط سوف أسقط. لا 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 لا. أوه، كل هذه المعاناة من أجل الوصول إلى خط النهاية. الله الله، سقط سقط مرة أخرى. لا أريد أن أسقط، لا أريد أن أسقط، لا أريد أن أسقط، لا أريد السقوط، لا أريد السقوط،
لا أريد السقوط. أن تلعب هذه اللعبة خير لك من 1000 ليلة وليلة. الله على طيران، أعتقد أننا سنصل. ابقى معنا لكي تلاحظ خط النهاية. إن هناك يظهر العيان، إن هنا مباشرة أمامي خط النهاية. أنتم ترون خط النهاية الآن. سوف نسرع ولكن لا يجب أن نسقط. لا، أعدنا الكرة. هذه المرحلة سوف تجننني وتفقدني أعصابي. يجب أن نتمهل، وكما يقول المثل السرعة تقتل. إذن فنغير سلوكنا، ولكن في هذه اللعبة لا يجب أن نبطئ، يجب أن نسرع قدر الإمكان لكي نصل إلى خط النهاية. لا لا لا، والله إني لم أصل. إذا وصلت تابع معنا، إذا وصلت في الوقت المناسب فإني أحسن جيمر في التاريخ، أحسن جيمر. ربما إني أحسن من بيجي باي، ولكن مهاراتي لم يرها البعض، لم يرها الناس. انظروا، لم أسقط، لن أسقط، والله لم أسقط مرة أخرى. 26 ثانية. هل سنصل؟ هل سنصل؟ هل سنصل؟ هل سنصل؟ نقترب من خط النهاية، نقترب. لم نسقط، خط النهاية هناك. الله، أنتم تلاحظون خط النهاية. باي باي يا خط النهاية، إنه في الأعلى مباشرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات الأخرى التي تظهر هنا في الجانبين، وشكرا لكم على الدعم. إلى اللقاء.